يولي جلالة الملك عبد الله الثاني قطاع التعليم جل اهتمامه وينصب تركيزه على أبنائنا الطلبة بتسليحهم بالعلم والمعرفة تدريبا وتأهيلا بهدف إعداد جيل من الشباب قادر على التفكير والتحليل والإبداع والتميز ومدركا لحقوقه وواجباته تجاه وطنه وأمته. واليوم تجتمع لجنة التخطيط الموسعة للتعليم لتعظيم الإنجازات والوقوف على الأخطاء وتصويبها. الحقيقة المبادرات الملكية المتعاقبة سواء من سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه أو من سيدي صاحبة الجلالة حفظه الله ورعاها في دعم قطاع التعليم، مبادرة تعزيز المعلم، مبادرة تعزيز المدارس، المبادرات الملكية في بناء المدارس، مدارس الملك عبد الله للتميز المنتشرة في محافظة المملكة جميعها الحقيقة. هذه المبادرات تهدف إلى زيادة التقدير المجتمعي لمهنة التعليم ولتحقيق نهضة تربوية لبناء جيل المستقبل ونقل الطلاب إلى عالم الإبداع والريادة. معايير التميز اليوم موجودة لجائزة المعلم للمدير وللمرشد، والعمل على تعزيز مكانة المعلم. هي الرؤية الملكية بالأساس جاي لتعزيز مكانة المعلم اللي هو الشخص الأكثر تأثيراً على أجيال المستقبل والأكثر تأثيراً على مستقبلنا اللي بنتمنى إن شاء الله وكلنا جهد كبيرة لإعلاء راية الوطن. الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو العمل على تعليم تدريب المعلمين في الوزارة حتى يقوموا في تدريب الطلاب، وبالتالي زي ما حكيت تعميق ثقافة ريادة الأعمال اللي هي تأتي ضمن توجهات ورؤية جلالة الملك بأن يصبح شبابنا شباب خالق لفرص العمل وليس فقط باحث عن فرص العمل. وخلال الاجتماع عرضت قصص نجاح لطلاب استفادوا من برنامج سند تعرف إلى عالم الأعمال الذي ينفذه مركز تطوير الأعمال. هلا أنا من خلال برنامج سند تعلمت كيف أني أكون ريادية وأفيد مجتمعي، أكون منتجة بدل ما أكون مستهلكة، وأخلق فرص عمل بدل ما أني أبحث عن عمل. فاستفدت من سند رغم أني كنت بالأول ثانوية، عملت مشروع بسيط بخدمني أنا كطالبة، أنه قدرت أطلع مصروفي بنفسي، كنت أبيع هاي المنتجات في المدرسة. هلأ شوي لما صرت بالجامعة بلشت أبيعها لطلاب الجامعة. يحظى قطاع التعليم في الأردن بسمعة متميزة ويعتبر مقصدا للعلم والمعرفة ومنارة حق وهداية وتطلع نحو المستقبل الواعد بإذن الله تعالى. منجد الدباس، التلفزيون الأردني.